La grande question à laquelle la classe politique de l'opposition s'est confrontée a été de savoir s'il valait la peine de participer à un tel forum. إن المسألة الكبيرة التي واجهت الطبقة السياسية المعارضة كانت حول معرفة ما إذا كان من الممكن المشاركة في منتدى كهذا، وقد تم تقاسم الآراء. البعض فكر بمقاطعة المنتدى وترك الفرصة لنظام الحركة الوطنية للإنقاذ وحلفائه بتنظيم المنتدى، وآخرون فكروا بالمشاركة من أجل سماع صوت المعارضة، وخاصة عرض ضعف وهشاشة مقررات المنتدى الأول واقتراح مخرج من أجل إصلاح شامل وعدم ترك الفرصة لآخرين لتقرير مصير الشعب، وهذا الموقف هو السائد. إذن المعارضة قررت المشاركة في المنتدى الوطني الشامل الثاني، وذلك لتعلن للحكومة ونظام الحركة الوطنية للإنقاذ إخفاقاتها. والذين قرروا مقاطعة المنتدى ليسوا على خطأ، ولكننا سنخطئ أمام التاريخ عندما نقرر بأنفسنا عدم المشاركة في النقاش والحوار الذي يتعلق بحياة شعبنا الذي ينتظر منا أن ندافع عنه. Mais nous aurons tort devant l'histoire de nous exclure nous-mêmes des débats portant sur la vie de nos populations que nous prétendons défendre.